صفر ندير واحد القرايه معايا السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في على المباشر من محطة القطار بسطات استنفار أمني غير مسبوق محطة القطار بالمدينة يعني المحطة ديال القطار بالمدينة بحضور سيد باشا المدينة والقائد ديال المقاطعة الخامسة المقاطعة الحضرية الخامسة الناس ديال الأمن الوطني الناس ديال الامن الوطني تحسب لاي طارئ مع يعني اغلاق جميع المداخل مع اغلاق جميع المداخل الناس ديال السلطات الامنيه القوات المساعده للعناصر ديال الاعوان ديال السلطه سيد الباشا رفقه الاعوان ديال السلطه اللي كيقوموا بواحد الجوله يعني تفقديه جوله تفقديه يعني كل ما من شانه يعني درء يعني جميع اغلاق جميع المنافذ في وجه بعض القاصرين اللي انهم يعني اختاروا المحطه ديال القطار القطارات للتوجه الى منطقه المضيق الى منطقه الفنيدق يعني العناصر ديال القوات المساعده السلطات المحليه الناس ديال الامن الوطني بحضور سيد باشا المدينه اللي وقف شخصيا على هذا الامر باشا المدينه اللي وقف شخصيا على هذا الامر رفقه القوات المساعده الناس ديال الامن الوطني القائد ديال الملحقه الاداريه الخامسه القائد ديال الملحقه الاداريه الخامسه يعني سيد الباشا اللي كيعطي التعليمات ديالو يعني هذه هي الاجواء بمحطه القطار بسطات يعني كاين واحد الاستنفار امني غير مسبوق بحضور يعني سيد الباشا بحضور القائد ديال المقاطعه الحضريه الخامسه الناس ديال القوات المساعده وكدير واحد الحمله تنشيطيه يعني بالجنبات ديال القطار تحسبا يعني لواحد القاصرين اللي بغاو انهم يتوجهوا المناطق الشمال مضيق الفنيدق الهجرة استنفار أمني غير مسبوق متابعينا مشاهدينا الأوفياء للقناة على المباشر بحضور سيد باشا المدينة شخصيا القائد ديال المقاطعة الحضرية الملحقة الحضرية الخامسة هاد الإجراءات والناس يعني ديال الأمن الوطني يعني كدير ترتيبات كدير ترتيبات لمنع اي يعني لمنع اكيد اخي لطفي ماشي حتى القاصرين يعني العديد من الناس يعني العديد من الناس لانهم بغاو يعني القائد ديال المقاطعه الحضريه يعني الخامسه اللي كيعطي التعليمات ديالو للافراد ديال القوات المساعده الافراد ديال القوات المساعده القطار يعني اللي هو قادم ولكن يعني تم تمشيط
وتم يعني الاغلاق يعني جميع المداخل، جميع المداخل تحسبا لاي طارئ. القطار اللي هو يعني قادم من مدينه مراكش يعني في هذه الاثناء متابعينا مشاهدينا الاوفياء اللي كيف كتشوفوا يعني على المباشر استنفار امني غير مسبوق، يعني استنفار امني غير مسبوق تحسبا لاي طارئ، يعني تحسبا لاي طارئ، خصوصا انه العديد من الناس لانهم اللي كينويو الغرض ديال الهجره والتوجه لمناطق ديال الشمال، يعني توجه المناطق ديال الشمال مضيق الخنيدق. السلطات الامنيه حاضره، القوات المساعده، يعني السلطات الامنيه حاضره والناس ديال القوات المساعده. هذه هي الاجواء على المباشر متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه من خلال هذا البث المباشر. يعني كيف كتشوفوا يعني كاين واحد الاستنفار امني غير مسبوق، تطويق جميع الاماكن من طرف المسافرون المتوجهون الى برشيد لوازيس الدار البيضاء المسافرين. هذه الاجواء على المباشر متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه، يعني الناس ديال الامن الوطني، الناس ديال القوات المساعده، السيد باشا المدينه يعني اللي حاضر شخصيا، اللي حاضر يعني شخصيا في هذه العمليه اللي كدار يعني واحد الحمله يعني تنشيطيه واسعه للناس ديال الامن الوطني ولا الناس ديال القوات المساعده اللي في هذه الاثناء يعني على المباشر متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر. يعني العناصر ديال القوات المساعده ولا العناصر ديال الامن الوطني يعني اللي في هذه الاثناء يعني كدار واحد الحمله يعني تحسب لاي طارئ، للناس ديال السلطات المحليه، الاعوان ديال السلطه، الناس ديال القوات المساعده. هذه هي الاجواء اللي كتعرفها يعني المحطه ديال القطار، المحطه ديال القطار بسطات. كنحاولوا ننقلوا لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه على المباشر من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المحطه ديال القطار بسطات. حاله استنفار يعني غير مسبوق بالمحطه، تحسبا يعني لكل طارئ، كل طارئ اللي ممكن انه يعني خصوصا يعني بعض الناس لانهم كيحاولوا ياخذوا يعني القطار للتوجه لمناطق الشمال، خصوصا المنطقه ديال المضيق والمنطقه ديال الفنيدق. هذه هي الاجواء على المباشر متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه من خلال هذا البث المباشر. المحطة ديال القطار بسطات، يعني المحطة يعني ديال القطار بسطات، يعني كنحاولوا اننا ننقلوا لكم، كننقلوا لكم هاد الاجواء. يعني الناس ديال القوات المساعده اللي في واحد الحاله يعني اي حاجه، يعني اي شخص يعني شبه في كونه انه باغي يقطع ولا شي حاجه، يعني كيتم الاقتياد ديالو وتحقق من الهويه ديالو. هذه اللحظه، هذه اللحظه متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه من خلال هذا البث المباشر. كيف كتشوفوا يعني العناصر ديال الامن الوطني ولا العناصر ديال القوات المساعده كيقوموا يعني بواحد الحملات تمشيطيه واسعه، حملات يعني حملات تمشيطيه يعني واسعه. الحمله يعني كيقودها السيد باشا المدينه رفقه القائد ديال المقاطعه. يعني كيف كتشوفوا متابعينا مشاهدينا الاوفياء، يعني كاين هذه الحاله ديال الاستنفار الامني، يعني اي شخص
يعني اي شخص هاد الشاب اللي اعتقدوا انه وجه واحد سؤال انا ماشي حراق يعني باغي نخلص الرزق ديالي باغي يركب في التران، ولكن هاد الشيء ما كيمنعش الناس ديال الامن الناس ديال القوات المساعده السلطات المحليه اللي كتحقق من اي حاجه اللي كتحقق من اي حاجه. كيف كتشوفوا يعني على المباشر متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه حاله استنفار حاله استنفار يعني امني غير مسبوق. هذه هي الاماكن اللي ممكن انه يعني حسب بعض المعطيات انه كاين يعني اشخاص انهم كيتدربوا يعني كيف كتشوفوا على المباشر متابعينا مشاهدينا الاوفياء حاله استنفار امني غير مسبوق يعني لف بالنسبه للجنبات يعني بالنسبه للجنبات هذه الاماكن اللي ممكن ان هذه الاماكن اللي ممكن انهم يعني تحسوا باي طارق باي يعني كنحاولوا نقلوا لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه على المباشر على المباشر يعني على المباشر القطار دابا كينطلق الناس ديال السلطات المحليه العناصر ديال الامن الوطني اللي قامت بواحد الحمله يعني تمشيطيه التراب ديال المحطه ديال القطار يعني المحطه ديال القطار. كنحاولوا نقلوا لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه كيف كتشوفوا يعني بعض الشباب اللي انهم يعني لابسين هازين الساكادوات ديالهم وكانوا غاديين يمشيو. كنقلوا لكم هذه الاجواء على المباشر متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه من خلال هذا البث المباشر اللي حاولنا اننا نقلنا لكم الاجراءات الاحتياطات الامنيه اللي قامت بها يعني العناصر ديال الامن الوطني ولا السلطات المحليه يعني بالقياده ديال باشا المدينه. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر والى لقاء بث مباشر اخر.